شكرا أنجي وأحمد. يعني أنجي، في ظل منع السلطات السورية لوسائل الإعلام المختلفة من تغطية الأحداث على الأرض في المدن السورية، يبقى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي الوسيلة الوحيدة عند المحتاجين لنقل ما يحدث بالصوت والصورة. رامي نخلي ناشط سياسي سوري صدرت بحقه مذكرة اعتقال بعد كشف هويته الافتراضية تحت اسم ملاذ عمران على موقع الفيسبوك. رامي اليوم متواجد في بيروت هربا من ملاحقته من قبل النظام السوري، ويتابع نشر الصور والوثائق على الانترنت بالتنسيق مع رفاقه من النشطاء داخل سوريا. المزيد في هذا التقرير للزميلة رولا نجم. بحذر شديد وبسرية مطلقة قصدنا الشقة التي يختبئ فيها رامي نخلي، الناشط السوري المعروف بملاذ عمران على الموقع الإلكتروني فيسبوك، والصادر بحقه قرار اعتقال من قبل النظام السوري. أنا من خلال الإنترنت تحولت لناشط سياسي لأني قدرت أعرف الحقيقة اللي عم بتصير عنا على الأرض، قدرت أعرف شو هي طبيعة النظام بسوريا وطبيعة الحياة اللي عايشينها، قدرت أعرف أنه نحن بسوريا مو عايشين، مو كل العالم بيحسدنا على حياتنا بسوريا، قدرت أعرف أنه في ناس برات سوريا عايشة من غير حركة تصحيحية وحالهم أحلى من حالنا بكتير. رامي يعمل متخفيا في هذه الغرفة بالتعاون مع رفاقه من النشطاء على الأرض داخل سوريا، ويتواصلون من خلال تويتر وفيسبوك عبر ما يعرف بغرفة الأخبار لتبادل آخر التطورات ونشر آخر الصور والفيديو عن تحركات المحتجين. وبهذه التعابير يتلقى رامي المشاهد المرسلة إليه. صحيح أن رامي نخلي بعيد حاليا عن دائرة الخطر المباشر بعكس رفاقه في سوريا، ولكن خوفه كبير من تهديد قد يطال أقرب الناس إلى قلبه. أكثر لحظة عن جد خفت فيها لما حسيت لما دخلوا هددوني إنه معك حتى هاي الليلة لنص ليل، إذا ما بتعلن انسحابك من الثورة السورية رح نعتقل أختك. بيستخدموا هذا الأسلوب معي تحديدا لما بكون مشغول كتير وعندي شيء عن جد مهم عم بعمله، مثلا مثل نهار الجمعة لما بيشوفوني إني كيف عم بشتغل على تويتر أو على فيسبوك أو هيك من الريزلت اللي عم تطلع عندهم، ايه مثلا بيبعثوا لي مسج انه اتصلت باختك اليوم، عن جد انه اتصلت باختك اليوم صارت عنا. ولكن هل فعلا يعتقد رامي نخلي انه بمأمن عن اعين النظام السوري في الوقت الحاضر في لبنان؟ نحن مثل ما بنعرف انه المخابرات السوريه لها تواجد كثير قوي هون بلبنان، وكمان بنعرف انه في لها انصار كثير هون من احزاب وغير احزاب وشخصيات كمان ممكن يساعدوها بهذا الموضوع، انه خلص اوكي لما بتيجي هاي اللحظه ويعتقلوني اتس اوكي. حياه رامي نخلي اصبحت تتمحور اليوم حول هذا المحمول الذي لا يبارح حضنه، وكانه المتنفس الوحيد والصله الوحيده له باهله واصحابه وباخبار المحتجين التي تشكل شغله الشاغل. الصله الوحيده لمتابعه مسيره الحريه لوطن اشتاق اليه، لوطن جعلته ظروفه رغما عنه أسير هذا المنزل وأسير هذه الغرفة في لبنان. رولا نجم، اليوم على الحرة، بيروت.